ما شاء الله في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، آخر ثلاث مواسم أو بالموسم ده، يعني لعبوا بره، لعبوا جوه، لعبوا من أوروبا، لعبوا من أمريكا الجنوبية، من بالظبط، أمريكا الشمالية، من مدارس الخليج، من مختلفة يعني، طبعا فبيتهيألي برضو ده يدي اللعيب جدا الكرة تقل كبير جدا جدا. زي ما انت قلت يا احمد، واداهم تقل، وزي ما انت ذكرت كمان حتى الهلال السعودي يعني كانت برضك من ضمن طبعا الرجاء البيضاوي، من ضمن الفرق التقيله. يعني عايز اقول لك ان كابتن فضل الخطيب لما قعد مع اللعيبه يا احمد واتكلم في الجزئيه دي، هم قالوا له يا كابتن نلعب في اي حته، فدي الثقه المتبادله اللي بين رئيس النادي وبين ولاده. أي. قالوا له يا كابتن احنا ما فيش مش مشكله فارق معانا بالنسبه لنا، الملعب. لا 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 نلعب في اي مكان، لان هم ما شاء الله زي ما انت ذكرت لعبوا في قطر، ولعبوا في مع الهلال السعودي، لعبوا في المغرب، لعبوا في سان لعبوا داونز، مع لعبوا جنوب بالميراس افريقيا، أو لعبوا في كل حته يعني. ماتش مونتيري كنت لسه بتكلم مع بالظبط حضرتك، من أصعب بالظبط، من الماتشات اصعب وأصعب الماتشات اللي الظروف شفناها. اللي يواجهها أي فريق في طبعا العالم، طبعا غيابات بالجملة، لعيبة مش موجودة، إصابات، لعيبة دولية مع المنتخبات، وبتقابل بطل يعني المكسيك وبطل الكونكاكاف، فريق محترم جدا وقيمته التسويقية أضعاف أضعاف لعيبة النادي الأهلي، ورغم كده بتأدي جيم عالي وبتكسب. والناس كانت قلقانه جدا احمد، انا كنت موجود معاك وقلت لك، اللعيبه دي ال 25 لعيب افضل من بعض، الناس كانت قلقانه جدا، يا صح، كابتن ده احنا هنخرج من اولها، يا كابتن احنا مش، ولو كنا خرجنا ما كانش حد ما يقدر حدش كان يلوم على هيقدر طبعا الفرقة. يلوم صح، اللعيبه، لكن طبعا هو ده الاهلي بمن حضر. دي جمله جميله بتمس المجلس ده، بتمس اللعيبه دي، بتمس الجماهير العظيمه دي، بمن حضر فعلا رحنا، وانا كان عندي ثقه كبيره جدا. ممكن كنت معاك يا احمد قلت لك ومع اسلام، قلت يا جماعه ما تقلقوش، لان احنا عندنا خيره اللعيبه اللي موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي، وعندهم تجارب وعندهم خبرات، وشافوا الاجواء دي بدل مره مرتين وثلاثه، ويمكن اخرها الرجاء البيضاوي، أي. الضغط الجماهيري اللي وقع عليهم، التاخير الباص قبل ما يوصل للملعب في ميعاده، الجماهير اللي دخلت من غير تذاكر، الضغط اللي كان على لعيبه النادي الاهلي في التسخين، كل الكلام ده ورا ظهر اللعيبه، لان اللعيبه عاشت في الاجواء دي ومرت بالتجارب دي. فالنهارده نفس السيناريو ده خد بالك هيتم برضك مع الوداد، خد ممكن بالك. اوحش شويه، ويمكن ممكن ازيد اوحش شويه، شويه. برافو عليك. انا دايما بقول دايما يعني نتوقع السيناريو الاسوء، طبعا يعني طبعا تعامل مع طبعا انك انت داخل معركه، هي طبعا معركه بكل ما تحمله بالظبط الكلمه، ممكن تبقى جوه الملعب وممكن كمان تبقى طبعا من قبل الملعب، يعني من بره الملعب كمان. خليني اخد حضرتك لما قبل الكوره شويه، يعني اتكلمنا كوره شويه، ما قبل الوداد كانت محطه امبي، وكان الاهلي في الدوري مش ولا بد، اخر اربع خمس ماتشات او اخر اربع ماتشات قبل مواجهه امبي كنا خسرانين تقريبا 9 بونت، 3 تعادلات وخساره، وبالتالي كان مهم جدا، ورغم ظروف الغيابات الكتيره احنا دخلنا امبي ماتش امبي ناقصين فرقه تقريبا، كان ناقصين بالظبط خط الظهر وخط النص، لكن الاهلي عمل جيم كويس جدا. بتشوف الماتش ده ازاي كبروفا اخيره ما قبل مواجهه الوداد، واهم المكاسب اللي خدها الاهلي، مش هقول في ماتش امبي كله لان احنا ما كناش مبسوطين بالماتش قوي، بس اتبسطنا قوي واطمنا اكتر باخر 20 دقيقه. بص يا احمد، الظروف يمكن اللي مرت بينا الهزه الخفيفه يعني وارده بشكل كبير جدا على الانديه الكبرى او انديه القمه زي النادي الاهلي، وارد بشكل كبير، والاسباب احنا حقيقيه فعلا، يعني اصابه اللاعبين النجوم. يعني انت النهارده عندك ثلاثه في نص الملعب من افضل الثلاثه اللي موجودين في العالم العربي والعالم الافريقي مش موجودين، يعني فتحي ويانج وسوليا، ودول بيمثلوا قوه ضاربه في النادي الاهلي، ما كانوش موجودين في مباراه انبي، وبعض منهم ما كانش موجود في المباراه اللي قبل كده. النقطه الثانيه اجهاد علي معلول وبعض النجوم، مجهده فعلا، مأثره بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. لكن في الاول والاخر الاهلي عنده الخبرات وعارف هو هيروح فين، يعني عنده الخبرات اللي هتساعده ان ملف الدوري العام ده